بسم الله الرحمن الرحيم. يستمر كفاحنا ضد الكيان الصهيوني. نوجه رسالة إلى الشعب الفرنسي وإلى الرئيس الفرنسي ماكرون. لقد دعمتم النظام الصهيوني في حربه الإجرامية ضد الشعب الفلسطيني. لقد زودتم الصهاينة بالأسلحة وساعدتم في قتل إخوتنا وإخواتنا وأطفالنا. لقد قمتم بدعوة الصهاينة إلى الألعاب الأولمبية. سوف تدفعون ثمن ما فعلتم. سوف تتدفق أنهارا من الدماء في شوارع باريس. وهذا اليوم قادم بإذن الله تعالى. الله أكبر.